السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى بنزرع فلفل. الأخ ده زرع لنا شوية فلفل ألوان عجب، بس الطريقة دي بقى فيها افتكاسة جديدة، وهي إنه بيعمل الشتلة أو بيحط البذرة كشتلة الأول، بيرقدها في بيضة يعني، على أساس إن هي إيه تبقى المساحة صغيرة يعني، ونوع من الدعاية، نوع من المنظرة شوية يعني. دي حباية الفلفل طبعا، بعد ما حطها في مية، نقعها في مية لفترة طبعا، وهنا بيرويها كده بالمضخة دي كده. طبعا أي جرادل بلاستيك، أي سطول بلاستيك، أي شكارة فاضية عندك، أي حاجة فاضية، طب انا بيربطهم كده علشان يعلقهم. طبعا هو كده جاهز الجرادل، بيبدأ يحط فيهم التربة. طبعا التربة دي احنا قلنا رملة بتتخلط على طينة، بتتقلب عشان ما تبقاش مكتومة، وبعد كده بيحطها في الجردل هنا. ما يمنعش برضو ان انت لو عندك شوية مخلفات طيور، حمام، تحطها على التربة دي. طبعا هنا بقى بعد مرور 10 ايام بدأت الشتلة تكون بالشكل ده كده. هنحطها بقى في الجرادل بتاعتنا اللي هي هنستخدمها للزراعة بعد كده. يفحط وتكسر البيضة من تحت، ايوه، وبعدين نحطها ونحط عليها التراب. الفكرة جميلة ومش صعبة وسهلة، وممكن أي حد يعملها عنده في البيت، حتى لو زرعة واحدة بس على سبيل التجربة. ومش شرط إن البذرة دي تكون جايبها يعني بيور، أنت ممكن أي بذرة موجودة عندك في البيت أو موجودة عندك في البيت. طبعا هو مخصص ليهم مكان كده، ده بعد 20 يوم شوفوا شكلها بقى عامل إزاي. طبعا الأحبال اللي انتوا شايفينها دي برضو بيتربط عليها بعد كده العيدان بتاعت الفلفل، لأن الفلفل ده بيطول. بيزود التربة، طبعا التربة دي مخلوط عليها مخلفات دجاج زي ما قلنا علشان التغذية للفلفل. شايفين المنظر عامل ازاي، ومساحة بسيطة خالص. ده بعد 65 يوم بدأ نشوف الانتاج، ونشوف الفلفل بقى شكله عامل ازاي. والله الفكرة جميلة، يا ريت اللي يجربها او يفكر يعملها يصورها برضو كده وينزلها للناس، يفيد الناس بيها يعني. مبسوط جدا انا بالاخ اللي عمل الفكره دي، وعجباني قوي، ان شاء الله انا اجربها شخصيا يعني. ما شاء الله ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. طب انا وهنا بيخف الاوراق اللي هي بتبقى تحت دمرت او حاجه زي كده، بيخفها لان دي بتخلي العود امتن واحسن. من وقت للتاني طبعا مع الري بيحصل هبوط في التربه داخل الجردل، فبيزودها. هنا ده طبعا توم، بيجيبوا دول زي ما انتم شايفين كده ويرشوا علشان خاطر ايه بقى، عايزين نقول ايه، نوع من التغذية، وفي نفس الوقت بيحوش عنها الذباب والحشرات وبيخليهاش تحط على الأوراق. طبعا ده بقى هنا تلونت الفلفل بقى لونه أحمر. كده أصبح ناضج وجاهز للحصاد. الزرعة دي يا جماعة زراعة منزلية، يعني كل الفكرة دي اتعملت في مكان، في حتة واسعة، في بيت، في بلكونة، في سطح. طبعا زي ما انتم شايفين السطح كله زرع، يعني مش على قد شجرتين الفلفل دول، هو استغل السطح كامل. يعني ممكن تزرعك شوية فلفل، شوية بدنجان، حاجات كده، تلاقي كل ده حاجات عندك، وعايز اقول اورجانيك يعني ما فيهاش كيماويات نهائي، زرعة صحية وخضرة صحية. ما شاء الله ما شاء الله، الله، ايه الجمال ده.
طبعا خد بقى حصاد على كده لمدة 2 3 شهور. بشكركم طبعا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.